وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، إلى حلقة جديدة من برنامجكم الديني وذكر. يقول الله عز وجل: أذكر نفسي أولا وإياكم ثانيا بقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صدق الله العظيم. هذه الآية ذكرتنا أن الإنسان إذا رأى إلى شيء يعجبه، الإنسان عندما ينظر إلى أولاده أعجبه أولاده أو زوجته أو عمارته أو سيارته أو شخص ماشي في الشارع، فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حتى إن أعجبه أي موهبة في أي شخص فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن العين حق. قبل أن أنهي هذه الحلقة أذكركم بهذا السؤال. سؤال حلقة هذه الليلة يقول: في أي سورة وردت هذه الآية؟ وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.